نسألك اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيرا. عيد بأية حال عدت يا عيد، فأما الأحبة فالسجون موطنهم، وأما الشهداء فمكانهم خال. عيد الفطر المبارك يحل على البحرين هذا العام، ولا يزال أكثر من 2000 من أبنائها يرزحون في سجون الطاغية الخليفي. ما زلت أتذكر شعار التسعينيات: لا عيد والجمر بعيد. وهذا ما يعيشه العوائل منذ 9 سنوات بسبب فقد أحبتهم أيام العيد. عيوننا على سجن النساء بمدينة عيسى لوجود المحكومة زكية البربوري، وهي آخر سجينة على خلفية سياسية. زكية البربوري إحدى السجينات التي يحل عليها عيد آخر بعيدا عن الأحبة منذ اعتقالها قبل أكثر من عامين، لا لذنب ارتكبت سوى ممارستها لحقوقها المشروعة. إن الاستمرار باعتقال زكية البربوري هو دليل على إصرار السلطات في البحرين على فرض المزيد من القيود على الحريات، وخصوصا حرية الرأي والتعبير، ومعاقبة كل من يمارس هذا الحق. زكية البربوري هي المعتقلة السياسية الوحيدة التي ما زالت تعاني خلف قضبان السلطات البحرينية بسبب نشاطها السلمي وبسبب تعبيرها عن رأيها. فيما تحيي عائلة الشاب اليافع علي الشيخ الذكرى 9 لعروجه إلى جوار ربه بعد إصابته بقذيفة مسيلة للدموع أطلقها عليه شرار الخلق من مرتزقة آل خليفة. نظام تجرد من القيم الإنسانية ممعنا بأهل البحرين قتلا وسجنا وتعذيبا، غيب أبنائها الأصليين بين طوامير السجون وبين الثرى وفي المنافي، تاركا غصة في نفوس أهلها. أولادي 5 منهم مفقودين، كل سنة في رمضان السفرة متروسة، أحيانا 4 سنوات ما في أحد ناكل، ولا ندري هم هناك يأكلون لو ما يأكلون، يعطونهم فطور لو ما يعطونهم، حتى الزيارة منعوها عنا. لكن أملا كبيرا يحدو البحرانيين بيوم يشهدون فيه زوال الظلم عن بلادهم بسقوط نظام حكم العائلة الخليفية البغيض، وذلك عيد ما بعده عيد.